كسرولة الدجاج المكسيكي. عشان نعملها عايزين 4 صدور دجاج مقطعة مكعبات، وطبعا حسب عدد أفراد الأسرة لو أقل أو أكتر. عايزين بصلة مقطعة مكعبات، 2 فص ثوم، 3 معالق كبيرة صلصة طماطم، 1 فلفل أخضر مكعبات، 1 كوب ذرة، 1 كوب فاصوليا حمراء، 1 معلقة كبيرة بهارات مكسيكية، 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 كيس تشيبس مثلثات، 1 كوب زيتون اسود حلقات، 1 طماطم، 1/2 كوباية كزبرة خضراء، 4 معالق كبيرة زيت، 1 كوب جبنة شيدر مبشور، وافوكادو وساور كريم للتقديم. كتيرة المكونات بس الطعم بيطلع لذيذ جدا جدا جدا. اول حاجة انا عملتها اني حطيت الفراخ على النار زي ما انتم شايفين كده اهو. الافوكادو تقدروا تقدموها مهروسة، تعملوها زي الجواكامولي كده، او تقدروا تقطعوها شرايح وتحطوها زي ما تحبوا. انا هنا عندي الفراخ قربت تستوي، فهحط البصلة بس تروح كده تنشف بس ميتها. نجيب الملح والفلفل، اي مكون ما انتوش حابينه شيلوه. واحنا طبعا مستعملين البهارات اللي عندنا، الكمون والكزبرة، هم دول اكتر يعني اكتر بهارات بتستعمل في المكسيك. بس كده نحس ان الفراخ ابتدت تتحمر، هنبتدي بقى نحط لها بقية الحاجة. عندنا بصل، انا طبعا كل ده حطاه في شوية زيت، يعني الفراخ دي حمرتها في شوية زيت. عندنا الفلفل، طبعا الفاصوليا الحمراء يا اما بنجيبها معلبة فدي بتبقى مستوية تقريبا، يا اما بنجيبها ناشفة فبننقعها زي الفاصوليا البيضة، بننقعها قبل الاستعمال بيوم مع مية وشوية بيكنج سودا، وتاني يوم بنغسلها من المية وبنسلقها وبعدين نستعملها. فبما اننا مش عايزين كمية كبيرة ممكن نشتري المعلبة. نحط بقى الفلفل. الطبق ده الوانه حلوة، يعني في الوان كده جميلة. نحط بقى شوية ملح، وشوية فلفل، نحط الثوم اللي عندنا، التوابل بتاعتنا نحطها. نحط بقى دلوقتي خلاص بدل قربنا نخلص كده، هنحط الفاصوليا الحمراء. هحط معلقة من الصلصة، بس معلقة مش اكتر. كده احنا يعني جاهزين للأكلة بتاعتنا. هحط لها بس يعني تقريبا 1/2 كوباية مية تقريبا مش اكتر، يعني كوباية. ها هسيبها بس لغاية ما المية تبتدي تنزل شوية، ونحط بقى بقية الحاجات اللي عندنا. الذرة مش محتاج يتحط على النار، يعني بس نخلص بنحطه. الأكلة بتاعتنا كده جهزت، هنشيلها من على النار. بعد بقى ما هنشيل ريحتها، تجنن على فكرة، ريحتها لذيذة جدا. بعد بقى ما طلعت خلصناها من على النار هنحط الذرة. نجيب بقى طب لا خلينا نحط الذرة كلها، لأن مش يعني كنت شايلة شوية للوش بس لا مش مستاهلة. خلاص نجيب بقى البايركس بتاعنا، طبعا دي بقى تتاكل مع التورتية، يعني بتقدروا تاكلوها زي ما انتوا عايزين جنب الرز زي ما تحبوا. هناخد بقى دلوقتي الحاجات اللي عندنا دي ونبتدي نحطها زي ما احنا عايزين. يعني انا مثلا ممكن نجيب الساور كريم كده ونحط حته كده في النص، ونحط عليها
الأفوكادو الجبنة نحطها كده دلوقتي طبعا هتسيح وشوية من الكزبرة الخضراء. طبعا الأكل المكسيكي كتير بيليق عليه الكزبرة الخضراء مش شوية كتير كتير. ناخد بقى شوية من الطماطم اللي عندنا ونحط شوية كده هنا شوية زيتون أسود وكمان شوية من الشيبس. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.